السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعينا في جروب أو قناة الأودت كما ينبغي أن تكون مع محمد رضا. أتمنى تكونوا ساعدتم بالبند اللي فات اللي هو كان بند الالتزامات أو الموردين. النهاردة بنتكلم عن بند جديد بناء على طلب أحد المشاهدين، أعتقد الأستاذ خالد دهاب كان طلب مننا إن احنا نتكلم عن مراجعة الأطراف ذات العلاقة. النهاردة بنتكلم عن الجزء الأول في مراجعة الأطراف ذات العلاقة، اللي هو مراجعة المستحق من أطراف ذات علاقة، أو خلينا نركز أكتر على بند المستحق من أطراف ذات علاقة. زي ما اتفقنا قبل كده إن أي بند في الدنيا بيبقى ليه assertions معينة أو ليه أهداف معينة، لازم أن تحدد إيه هي الأهداف عشان تقدر تحدد الإجراءات اللي أنت هتعملها. لو اتكلمنا عن assertion الأولاني وهو assertion التقييم، أنا هنا هبدأ أركز معلش في حتة التقييم، أو هبدأ بحتة التقييم شوية. التقييم هنا معناه إنه يكون مخصصات كافية، تم تكوين المخصصات الكافية لأرصدة الأطراف ذات العلاقة، وده ريسك خطير جدا بيتغافل عنه كثير من المراجعين للأسف الشديد، أو بيغفل عنه كثير من المراجعين، وهو إنه يعمل مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة للأرصدة المستحقة من أطراف ذات علاقة. يعني عادة بيتعمل المخصصات ديت للعملاء أو للمدينون، لكن ما بتتعملش، بتتنسي فكرة الأطراف ذات العلاقة، وبيتقال إن ده رصيد مضمون، وده كلام الحقيقة ما أصبحش مقبول خاصة بعد اعتماد معيار IFRS 9. لازم تشوف الأرصدة المتقدمة اللي بقالها فترة، أو تحصل على تحليلي لأعمار الأطراف ذات العلاقة، أعمار ديون الأطراف ذات العلاقة، وتبدأ تشكل تعمل دراسة ECL عادية جدا زي دراسة العملاء بالظبط. هيساعدك على كده انك تاخد ايضاح بالاطراف ذات العلاقه، وتبدا تشوف الاطراف ذات العلاقه المستحقات الاطراف ذات العلاقه اللي واقفه بقى اكتر من سنه، ودي بالذات لازم يتعمل لها مخصص ممكن يوصل ل 100% حتى من غير مخصصات ائتمان متوقعه. ممكن الارصده اللي ما عندهاش اللي هي اقل شويه او الاقل قليلا من السنه او العمر اقل من سنه، ممكن نعمل لها دراسه او ECL. طيب ده كان الخيار الاولاني. طبعا بتاخد بالك كويس قوي في الحته ديت انك تتابع الارصده سداد المستحقات اللاحقه، السداد اللاحق للمستحقات من اطراف ذات علاقه، لان لو الرصيد اتسدد في فتره لاحقه مفيش داعي انك تعمل له ECL. فانت لازم تتاكد الاول هل الرصيد ده تم سداده في فتره لاحقه ولا لا. لو تم سداده في فتره لاحقه حتى لو متوقف فتره اكتر من سنه مش محتاج انك تعمل له ECL، تمام؟ فده برضو جزء من النقاط. طيب عندنا assertion تاني وهو assertion الوجود، ازاي تتحقق من وجود الطرف ذات العلاقه. اول حاجه ممكن عن طريق المصادقه، انك بتاخد مصادقه من الطرف ذات العلاقه وتقارن الرصيد اللي موجود في المصادقه بالرصيد اللي موجود في الدفاتر. طيب في عيبين خطيرين للمصادقه. العيب الاولاني ان ممكن العميل يديك الرصيد دوت طبقا لمصادقه من الاطراف ذات العلاقه، المشكله ان تبقى الحركات بتبقى دايناميك شويه ما بين الاطراف ذات العلاقه، فممكن بعد ما يديك المصادقه يروح يغير، هو يعمل قيود تانيه بعد ما يديك المصادقه ويغير الرصيد بتاعه. يعني ممكن يكون الرصيد في دفاترك 500,000، بعد ما الرصيد كان 500,000 يجي يحملك بمصروف ب 100,000 ولا 200,000 بعد ما يكون اداك المصادقه، وبعد ما تكون المصادقه اعتمدت ويطلع خلاص هو طبعا صادق على الرصيد خلاص وانتهى الموضوع، والاختلافات مش هتظهر في المصادقه نتيجه ان الاختلافات دي بتسجل في السنه اللي بعدها. طيب العيب ده احنا بنتفاداه ازاي؟ طبعا ده ناشئ نتيجه ان الحركات زي ما قلت دايناميك وبتحصل بشكل متسارع او بشكل متطور، ممكن تتطور او يحصل تطورات، وممكن هو لو تلاقي الاختلافات ديت مش في صالحه او فيها مصروفات تم تحميلها من الطرف ذات العلاقه انه ما ينزلهاش وخلاص. هنا بيكون الحل الوحيد او الحل الامثل لهذه المشكله هو ان انت تطابق الرصيد من واقع الدفاتر مع الرصيد الوارد في القوائم الماليه المعتمده، انك تاخد قوائم ماليه معتمده وموقعه من الطرف ذات العلاقه، خاصه لما بيكون المكتب بيراجع اكتر من شركه في المجموعه، فممكن يطابق القوائم الماليه مع القوائم الماليه اللي معاه، تمام؟ وحتى لو مش معاه في المجموعه ممكن يطلب القوائم الماليه للاطراف ذات العلاقه للشركات ديت ويقارن بيها قبل ما يطلع القوائم الماليه بتاعته عشان يتاكد ان الرصيد ده نهائي بشكل كبير وما حصلش فيه تغيير. المشكله الثانيه وهي ان الطرف ذات العلاقه زي ما قلنا قبل كده بيبقى علاقه ريسكي شويه، وعلاقه ممكن يكون فيها كثير من الخداع او تستخدم لاخفاء مصروفاته، وبالتالي ممكن تكون الشركه لما تكون مثلا ليها مدير مالي واحد، يعني مدير مالي لشركتين مع بعض والشركتين طرف ذات علاقه، او لو هما الشركتين في اداره ماليه للمجموعه ككل، يعني في شركه بتعمل قوائم ماليه وشركه بتعمل قوائم ماليه، لكن في مدير مالي للمجموعه او في اداره عامه للمجموعه
في كل هذه الحالات ممكن ان بيكون الاداره الماليه او الاداره العامه للمجموعه بتحاول ان هي توزع المكاسب والخسائر والمصروفات والايرادات ما بين الشركات، بحيث انها تظهر شركات معينه كسبانه او تظهر كل الشركات كسبانه او تخفي خسائر بعض الشركات او الى اخره يعني. وبالتالي هنا انت محتاج مشكله، فانت هنا مسابقه هنا مش ذات قيمه، لان هو بيصدق لك على رصيد جابه لك من طرف ذات علاقه، اللي هو في الاخر طرف هو عارفه او في بينهم بعض معاملات، ممكن يكونوا مقسمين الايرادات بينهم من بعض. وهنا الحل الوحيد هو اللي انا هقول لك عليه ده، ان انت تعمل عمليه فحص لمعاملات الاطراف ذات العلاقه. ازاي بعمل فحص المعاملات مع اطراف ذات علاقه؟ لازم الاول تعمل جدول للمعاملات مقارن بالسنه اللي فاتت. الجدول ده بيجي ازاي؟ بيجي بانك بتاخد رصيد اول المده للطرف اللي انت بتتكلم عليه دوت من السنه اللي فاتت، يعني تاخد رصيد اول المده بتطبقه برصيد اخر المده للسنه اللي فاتت، ادي اول حاجه. اتنين، بتبدا تفصل المعاملات بتاعته، بتحصل على حساب استاذ من العميل وتبدا تصنف المعاملات. المعاملات بتتصنف مثلا معاملات على انها تمويل، يعني فلوس مدفوعه بشكل مباشر، تحويل مباشر من العميل من الطرف ذات العلاقه ليا بشكل مباشر، ده اسمه تمويل، يعني مبالغ بيديها لي كقرض حتى لو قرض من غير فايده، فده تمويل. او ان الطرف ذات العلاقه بيكون بدفع مصروفات بالنيابه عني. ايه الفرق بين المصروفات المدفوعه بالنيابه والتمويل؟ ان التمويل هو بيحول لي فلوس بشكل مباشر، في حين ان المصروفات المدفوعه بالنيابه هو بيحول الفلوس لمورد قام بتقديم خدمه ليه، يعني مورد قدم لي خدمه، هو ما بيدينيش انا الفلوس، لا بيروح مدي الفلوس على طول للايه؟ للمورد بشكل مباشر. فده اسمه مصروفات مدفوعه بالنيابه. ممكن يكون في معاملات تجاريه، بمعنى ان مثلا انا بعت له بضاعه او انا اشتريت منه، يعني ممكن اكون اشتريت منه او هو لا اما انا بعت له او اشتريت منه. احيانا بيكون في تحويل ارصده، يعني طرف معين من اطراف ذات العلاقه بيكون عنده رصيد مستحق عند شركه تانية في وقت بيكون هو عليه فلوس لشركة تانية، فبيطلب من الطرف ذات العلاقة انه يخصم الرصيد المستحق له اللي عليه من له، فيبقى في عملية تحويل الأرصدة، ودي بتتم في كثير من الأحيان. طيب مطلوب مني أنا هنا في الموضوع دوت إن أنا أصنف المعاملات وأبدأ أعمل الجدول ده للسنة دي وللسنة المقارنة. السنة المقارنة بتاخد نفس الجدول ده من الإيضاح بتاع السنة اللي فاتت. لازم تتأكد إن رصيد أول المدة زائد المعاملات بيدي اخر المده، بيدي رصيد اخر المده. تاخد بالك في المعاملات، يعني في معاملات فيها تتحط بالموجب ومعاملات تتحط بالسالب، يعني لو انا بتكلم في ان الرصيد مدين فالرصيد اول مده بتاعه بيبقى مدين، المعاملات المدينه تتحط بالزائد والمعاملات الدائنه تتحط بالناقص. لكن لو الرصيد طبيعته ان هو مستحق الاطراف ذات علاقه، يبقى الرصيد اول مده هيبقى سالب، والمعاملات اللي هي الكريدت تتحط بالرصيد اول مده يتحط بالسالب، وحط معاملات الكريدت برضو بالسالب، وخلي الديبت يبقى زائد. فلازم تاخد بالك من الحكايه دي، في حيث ان اول مده زائد المعاملات يدي اخر المده، وكده تطبق اخر المده بالدفاتر اللي عندك، ده عشان تتاكد انك سليم. بعد كده تبدا تقارن المعاملات مع بعضها البعض. ايه الهدف من ان انا بقارن المعاملات مع بعضها البعض؟ انك تتاكد ان ممكن يكون في بعض المعاملات اللي تمت خلال السنين اللي فاتت ما تمتش خلال السنه دي، او تمت خلال السنه دي بقيمه اقل بكتير. وده بيحصل في كثير من الاحيان، ان بتكون بعض الشركات بتكون لما بتيجي في سنين الخساره بيتم تحميلها بمصروفات اقل من الشركه القابضه. يعني ايه؟ احيانا في اغلب الاحيان، مثلا في اغلب الاحيان هديك مثال، بتكون الشركه القابضه بتكون مسؤوله عن الانفاق على الشركات الايه؟ انها تدفع هي الاموال للشركات التابعه. اموال زي ايه مثلا؟ مثلا المقر الاداري ككل كده هو ملك الشركه القابضه، الايجار بتاعه الشركه القابضه طبعا بتحملهم بالايجار، الايجار المبنى نفسه مثبت فيه دفاتر الشركه القابضه يحسب له اهلاك، فبالتالي بتبدا تاجر المكاتب ديت للشركات التابعه. طب الشركات التابعه هتاجر الكلام ده ازاي؟ او تحميل توزيع الايجار ما بين الشركات التابعه على اساس ايه مثلا؟ تمام؟ بيدفع الكهرباء، بيدفع الميه، مش بس كده، احيانا كمان بيبقى في موظفين اللي بيعملوا في المجموعه، يعني الشركه القابضه دايما فيها موظفين دول بيشتغلوا لاداره المجموعه ككل. فيبقى مثلا عندك اداره اتش ار مركزيه او اداره ماليه مركزيه، فدول كلهم بيقبضوا مرتباتهم من الشركه القابضه، لكن اعمالهم بتتوزع على الشركات التابعه. فالمفروض ان يتم تحميل او توزيع المصاريف ديت على الشركات التابعه. تمام؟ في السنين اللي بيبقى فيها خساره بتيجي الشركات القابضه بتقول والله الشركات اللي خسرانه مش هحملها السنه دي باي مصروفات، وده غلط. ده ما ينفعش، لانه هو ما بيعطيش رؤيه حقيقيه عن ما بيديش رؤيه حقيقيه عن نشاط الشركه. الشركه لازم تتحمل بكافه مصاريفها وكافه المصاريف اللي تخصها.
فلما تلاقي المعاملات اللي من النوع دوت ما بقتش موجوده، يعني كان ساعتها كان بيحملني بمصروف ايجار ما بقاش يحملني مصروف ايجار، كان بيحملني بمصروفات موظفين ما بقاش يحملني، والموظفين لسه بيشتغلوا. يعني لو هو ما بقاش يحملني معنى كده ان الموظفين دول ما بقوش يشتغلوا عندي، بقوا يشتغلوا في حته تانيه. لكن ان الشركه تفضل تستمر تستنزف الجهود وتستنزف الانشطه وتاخد نصيبها من التكاليف لكن في الاخر ما تسيبش، ده غلط. فهنا انا لازم اخد بالي كويس قوي وانا براجع او انا بقارن المعاملات من الحته ديت، ابدا استفسر بعد كده عن المعاملات اللي ممكن تكون زادت بشكل كبير او نقصت بشكل كبير، ممكن حجم المبيعات زاد بشكل كبير عن السنه اللي فاتت، ده ممكن يديني هنت ان والله ان ممكن يكون هو حمل الطرف ذات العلاقه بمبيعات ما تمش تسليمها، حتى لو جاب لي مصادقه بعد كده مش هعمل حاجه بالمصادقه، لا لازم اشوف المبيعات. وهنا هبدا ابص على مبيعات الطرف ذات العلاقه ديت في نهايه السنه في شهر ديسمبر، هل بالفعل المبيعات ديت تم تسليمها قبل نهايه السنه ولا لا؟ ما يبقاش هو ما سلمش البضاعه لحد نهايه السنه ويجي يعترف لي بيها كمبيعات ويجيب لي مصادقه مع الطرف ذات العلاقه، لا لازم هنا اعمل عمليه فحص للاستلامات بتاعت الايه الطرف ذات العلاقه للبضاعه. تمام؟ فلازم تفحص العلاقات ديت كويس قوي. كمان يبقى هنا بتركز في حته المعاملات مع طرف ذات علاقه واللي زاد واللي قل. بعد كده بتبدا تشوف العناصر اللي هي بتمثل نسبه كبيره من حجم المعاملات وتبدا تاخد منها عينه، يعني تلاقينا مثلا وتبدا تفحص المعاملات. فحص المعاملات بيختلف حسب طبيعه المعامله نفسها. لو افترضنا مثلا انك بتفحص عمليات مصروف محمل، ده مش مصروف مدفوع بالنيابه، لا ده مصروف محمل، يعني مصروف مركزي بيتم توزيعه ما بين الشركات زي ما قلنا قبل كده، يعني ايجار، كهرباء، ميه. لازم تاخد بالك قوي ان ما دام المصروف ده مدفوع بواسطه الطرف ذات العلاقه وبيتوزع على عده شركات تابعه، ان لازم أن يكون في اساس منطقي واساس ثابت لتوزيع المصروفات، يتم توزيع المصروفات على اساسه. ما يبقاش كده بالبركه، ما يبقاش كده باللي ايه باللي عايزاه الشركه القابضه او بالشركات الخاسره، بقى الشركات الخاسره ما تتحملش السنه دي، لا لازم يكون في اساس، يعني مثلا لو الايجار هوزع الايجار على اساس المساحه بتاعت المساحه اللي بتشغلها كل شركه، لو الكهرباء ممكن تتوزع الكهرباء برضه على اساس مساحه الايه المساحه اللي بتشغلها كل شركه. المرتبات او كده على اساس جدول تايم شيت بيعمله الموظفين يقولوا هشتغل لكل شركه كام ساعه خلال الشهر وفي اخر الشهر ابدا اوزع، لازم يكون في اساس لتوزيع المصروفات، ده بالنسبه للمصروفات الايه؟ المحمله. التحويلات البنكيه لازم اطلع على التحويل البنكي، وهنا تاخد بالك في التحويلات البنكيه من حاجه في منتهى الخطوره، هي ان التحويلات اللي بتتم في نهايه السنه ما تبقاش متخذه بطريقه ان هي تزود رصيد الكاش عند الشركه او تخفض رصيد الكاش اللي عند الشركه. بمعنى التحويل البنكي بيتثبت في الدفاتر بمجرد انه يتعمل ان اجراءات القطف اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في البنك، يبقى انا مجرد ما هعمل تحويل بنكي وهصدر التحويل البنكي وسلمت التحويل البنكي خلاص واصبح التحويل البنكي اندر بروسيس، المفروض ان بخصم الرصيد ده من دفاتري ويبدا يظهر في دفاتر الشركه اللي انا محول ليها الفلوس. فلازم تتاكد من عمليات التحويلات اللي تمت في نهايه فتره رصد العلاقه ان تم تثبيتها صح، وان تم اثباتها في التاريخ اللي ايه اللي تم تسليم فيه التحويل البنكي للبنك، مش في التاريخ اللي ظهرت فيه الحركه في كشف الحساب. ياتي بعد كده مثلا طبعا بالنسبه للتحويلات البنكيه، المصروفات المدفوعه بالنيابه لازم اتاكد ان المصروف ده يخصني، ما يبقاش المصروفات المدفوعه بالنيابه هو دفع لي فلوس وحملني بالفلوس بتاعته، يبقى لازم أن تكون الفلوس ديت مرفق مع القيد فاتوره، والفاتوره ديت تكون باسم الشركه او تكون تخص الموظفين بتوع الشركه، ما يبقاش هو دافع حاجه معينه ما تخصنيش، انا ممكن يكون الطرف ذات العلاقه دافع مبالغ معينه والمبالغ المعينه ما تخصنيش انا كطرف ذات علاقه، تخص طرف تاني. يعني مثلا شركه، مثلا الشركه القابضه قامت بدفع مصروفات تامين طبي وجاي محملني انا بمليون جنيه، بمليون جنيه ده لازم امسك انا كشف التامين الطبي اشوف مين الموظفين اللي عاملين المليون جنيه دول واتاكد ان الموظفين دول بالفعل شغالين في الشركه بتاعتي، موجودين في كشف الرواتب بتاعي او بيقوموا تنظيم اعمال خاصه بي انا فعلا مش بطرف تاني. دي العمليه اللي بتصدق بنسميها فحص المعاملات مع اطراف ذات علاقه. كذلك فواتير البيع، ده الفحص الطبيعي جدا بتاع فواتير البيع، نتاكد ان في اذن استلام وفي فاتوره وفاتوره باسم الشركه وان الكميات اللي موجوده في الفاتوره هي اللي موجوده في اذن الاستلام وتاريخ اذن الاستلام بيقع في خلال فتره المراجعه. يبقى احنا كده اتاكدنا من عمليات الفحص، ادينا امثله على عمليات الفحص، سواء كانت المبيعات المشتريات نفس الكلام، لازم اتاكد من ان في فاتوره شراء، فاتوره باسم صادره من الطرف ذات العلاقه دوت فعلا مش من طرف تاني او من مورد تاني او من طرف ذات علاقه تانيه غير الطرف ذات علاقه دوت.
عمليات التمويل لازم يكون دخل فلوس عندي في البنك، ولازم تكون الفلوس دي اتحولت من الطرف ذات العلاقه ده اهو، مش من طرف تاني. ما يبقاش الفلوس مثلا اتحولت من شركه اكس وتتسجل لحساب شركه واي، ده برضو في اللابنج. ده بصفه عامه كده عمليات الفحص بتاعه الاطراف ذات العلاقه او معاملات الاطراف ذات العلاقه. اتمنى اكون وفقت في شرح عمليه مراجعه الاطراف ذات العلاقه. ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن السيرشن الاكتمال والسيرشن المخالفات القانونيه المتعلق بالمعاملات مع اطراف ذات علاقه. منكم واليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.